الإضافة على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تحتوي على 3 كيانات يمنية و3 أفراد يمنيين يلاحظ ارتباطهم جميعا بتنظيم القاعدة الإرهابي، ومن أبرز هذه الأسماء المصنفة إرهابيا المدعو أحمد علي برعود الذي تلقى دعما قطريا مباشرا من جمعيات تدعي أنها خيرية وتتخذ من العمل الخيري غطاء لتمويلها للإرهاب.